ضحك حلقة النهاردة من ضحك السنين عن ضحك سنة 1988. من الأفلام الكوميدية المهمة سنة 1988 فيلم بطل من ورق. تألق في الفيلم ده ممدوح عبد العليم في شخصية المؤلف المغمور رامي قشوع، ومعاه أثار الحكيم وصلاح أبيل، ومعاهم أحمد بدير اللي قدم دور من أهم أدواره، وكان معاهم الكوميديانات عثمان عبد المنعم ويوسف داود وعبد الله مشرف. بطل من ورق من تأليف إبراهيم الجرواني وإخراج نادر جلال. أنا أجمال. أنا مش عايز فيها جمال. هات يا عم. كم دول؟ يو يا ساتر دايما كده تحرجيني وتحلفي. خدي يا ساتر. ومن الأفلام المهمة جدا سنة 1988 فيلم سمك لبن تمر هندي لمحمود عبد العزيز ومعالي زايد، وكان معاهم يوسف داود. فانتازيا بتوقيع المخرج الكبير رأفت الميهي. بقول لك أبوكي فين يا أدارة؟ أبويا؟ مع أمي. روح عند هيلو. لا يا أخويا ما أقدرش، أمي تموتني. سعاد حسني وأحمد زكي في الدرجة الثالثة. فيلم مميز جدا وأول تجربة إخراجية للمخرج الكبير شريف عرفة. الفيلم من تأليف ماهر عواد، واشترك في كتابة الحوار الشاعر الرائع الراحل عصام عبد الله. حسين فهمي مع بوسي قدموا سنة 1988 فيلم الجوازة دي مش لازم تتم، وكان معاهم فريدة سيف النصر ونعيمة الصغير وأحمد حلاوة وحسن حسين. الجوازة دي مش لازم تتم تأليف عاطف رزق وملاك اندراوس وأحمد عبد الرحمن وإخراج جمال عمار. سلالال نسوان دي لها لسانين ونص راس. مين اللي قال كده بقى؟ أنا. بوسي مع مجدي وهبة ونجوى فؤاد ومعاهم الكوميديان نجاح الموجي قدموا فيلم باب النصر تأليف عبد الجواد يوسف وإخراج سيد سيف. بغير من الحتة دي يخرب بيتك. فيلم صاحب العمارة قصة للكاتب الكبير أحمد رجب وسيناريو وحوار عاطف بشاي وإخراج إبراهيم الشقنقيري، وبرضه من إنتاج التلفزيون في نفس السنة. الفيلم بطولة فؤاد المهندس وتحية كاريوكا ومعاهم يوني الشلبي وحمدي أحمد وسعاد نصر. ميرسي يا يونس شلبي قدم سنة 1988 فيلم الشاويش حسن، وكان معاه أحمد بدير ودلال عبد العزيز ووحيد سيف ونعيمة الصغير تأليف نبيل غلام وإخراج إسماعيل حسن. اسلام إيديكي وعينيكي وتشيلية وفديكي. طبعا بسرد ما تتلم يا دي انت وهي. بقول لك ايه فوق بقى، انا السلك هيضرب في نافوخي، ولما السلك بيضرب الجهات بتلمس بس. الهام شاهين مع هالة صدقي ودلال عبد العزيز قدموا سنة 1988 فيلم البوليس النسائي، وكان معاهم احمد بدير تأليف سلامة حسن وإخراج عبد العليم زكي. وأنا نزلت من بطن أمي لقيت نفسي بعرف أرقص وأغني قبل ما أعرف حتى اسمي. لا 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 لا. يعني معجونة بمية عفاريت. أيوة معجونة بميتك. وفي نفس السنة 1988 اتعرض فيلم ليلة القبض على بكيزة وزغلول للثنائي إسعاد يونس وسهير الببلي، وده كان استثمار للنجاح الكبير اللي حققه مسلسل بكيزة وزغلول، وكان معهم في الفيلم يوسف شعبان ووحيد سيف وأحمد بدير وأسامة عباس وفؤاد خليل وأحمد راتب اللي قدم دور مميز جدا، وكمان ظهر في الفيلم ده أشرف عبد الباقي في بدايته. فيلم ليلة القبض على بكيزة وزغلول قصة وسيناريو وحوار إسعاد يونس وإخراج محمد عبد العزيز. أصل في أربعة ناس قتلوا بعض عندنا في بيتنا، حتى في واحد منهم رجله اتقطعت وجريت بعيد عنه خصمته، وإحنا ما لقيناش أجسامه. أصل هما زاحوا راحوا مطرح ما راحوا، يعني كل الرجالة مزاحوا لما إحنا كنا شوكولاتة يا ولد. ومن أفلام التلفزيون سنة 1988 فيلم المجنون بطولة إسعاد يونس وحسين الشربيني، وكان معاهم شهيرة وأبو بكر عزت ووحيد سيف والمنتصر بالله، وكان ضيف شرف الفيلم ده الفنان الكبير توفيق الدقن. الفيلم عن قصة للساخر الكبير أحمد رجب، وكتب السيناريو والحوار عاطف بشاي وأخرجه إبراهيم الشقنقيري. انت جنيتي في أي زمان وفي أي مكان يا ستار. انت عارف انا هحط صورك على كل حيطان الشقه. ست هان مبروك يا حياتي. ست هان مبروك يا عمري.
وبرضه في نفس السنة التلفزيون أنتج فيلم جواز في السر للنجم سعيد صالح ومعاه برلنتي عبد الحميد وأسامة عباس ومحمد متولي، قصة وسيناريو وحوار نادية رشاد وإخراج حسن حافظ. ايه دي؟ مخدة وملاية وحاجة لبقى و... ده نعيم كده، ده كده نعيم. يلا عشان تنبسط. لا انا مبسوط من غير اي حاجة. دي يا سلام يا سلام. وبرضه سعيد صالح في نفس السنة 1988 قدم فيلم المزيكاتي وكان معاه في البطولة سيد زيان وصابرين، تأليف إبراهيم عزقلاني وإخراج محمد أباظة. هناخد اللانش ونصطاد زي كل مرة. بدل ما بتحبش تاكل السمك بتصطاده ليه؟ ما تسيبه في حاله يا أخي. الله، المهم مش إن ناكله، المهم إن نصطاده. طب روح اصطاده لوحدك يا حبيبي. كده عن إذنكم. سلام. حوت راح يصطاد سمك. سيد زيان قدم في نفس السنة فيلم حظ من السماء ومعاه عفاف شعيب ونجاح الموجي من تأليف إبراهيم الورداني وعلي أيوب وإخراج عبد الهادي طه. ميرفت أمين مع فاروق الفيشاوي سنة 1988 قدموا فيلم الدنيا جرى فيها إيه؟ بطولة القديرة سناء جميل وكان معاهم أحمد راتب وصلاح نظيم. الفيلم تأليف فيصل ندى وإخراج أحمد السبعاوي. درست أحدث الطرق في تربية الثروة السمكية وتهجين البذور. يعني ممكن أعمل لك من الدورة قمح ومن القمح دورة. نشاطركم الأفراح بطولة سمير صبري ويسرى وتحية كاريوكا ومعاهم أحمد بدير وحسن مصطفى ونعيمة الصغير. تأليف محمد صفاء عامر ونبيل عصمت وإخراج محمد عبد العزيز. انت شايفينك حالف ولادي دول ولا قسما بالله؟ ايه السلاح يضمن يا اخويا؟ محمد الحلو قام ببطولة فيلم شباب لكل الأجيال بطولة محمد رضا ووحيد سيف وروعة الكاتب، تأليف إبراهيم عزقلاني وإخراج ناصر حسين. ده راجل بيعكسني وتقعد جنبه. ده بيجاملك يا حبيبتي. إيمان البحر درويش قدم فيلم طير في السماء مع أصار الحكيم وكان معاهم الكوميديانات سمير غانم ودلال عبد العزيز، تأليف شريف المنباوي وإخراج حسام الدين مصطفى. احنا حجزنا لها احسن جناح في اللوكاندا كلها. جناح مين يا عزيزي؟ دي جينا بنت الملياردير. جناح فيش اكبر من جناح، ياريت في فخدة. سمير غانم سنة 1988 قدم فيلم الجدعان الثلاثة مع حسين الشربيني ومحمد رضا ومعاهم روعة الكاتب. الفيلم من تأليف وإخراج رشاد عبد الغني. وانا قليل، انا قصة كبير قد الدنيا والحمد لله ربنا فتحها علينا. وبعدين انت ايه ده؟ لا ده الشاكوش. سمير غانم في نفس السنة 1988 قدم فيلم أرباب سوابق مع دلال عبد العزيز ومعاهم الكوميديانات أسامة عباس ونعيمة الصغير ويوسف داود، تأليف أبو أسامة إسماعيل وإخراج محمد أباظة. طلع اللي في جيبك قبل ما شرحك. اخلع اخلع المحفظة. حاضر يا أستاذ. اخلع قبل ما شرحك بسرعة. اخلع دي كمان. ايه دي؟ اخلع الدبلة. دبلة الجواز يا أستاذ. طلعها. ومن إنتاج التلفزيون سنة 1988 فيلم القسطة المدير بطولة صلاح ذوالفقار وليلى طاهر ومعاهم محمود الجندي ومصطفى متولي، تأليف كاتيا ثابت ورؤوف حلمي وسمير عوض وإخراج شفيق شامية. اتفضلي دي 5 جنيه. امال ايه دول؟ دول 25 جنيه جاهزين متقسمين اهم، 15 جنيه للجزار والعشرة دي هجيب بيها بدله من الكساء الشعبي. بدلتي دي خلاص ما بقتش طايق احطها على جدتي. بابا ايه؟ العشرة جنيه بتوع درس الانجليزي. ضاعت البدلة. نروح للمسلسلات سنة 1988، هنلاقي سمير غانم في مسلسل تزوج وابتسم للحياة وكان معاه رغدة وسعاد نصر وأحمد بدير، تأليف فيصل ندى وإخراج حمدي الإبراشي. كانوا منتظرين عشان في بقية أتعاب. كويس ودفعوها لك؟ اللي يدفع بإيده واللي يدفع برجله واللي بدماغه، بس الحمد لله ما سبتش مليم. ده حتى في واحد كان ليا شلوت عنده رحت خدته ورجعت. احمد بدير قدم سنة 1988 مسلسل اللي معاه قرش بطولة محمود الجندي ومعاهم سحر رامي وممدوح وافي وفؤاد خليل، تأليف مجد الإبياري وإخراج صفوت الشقيري. عارف يا برنس، لو الجوازة دي تمت ونجح المشروع
هيبقى في جيبي 20,000 جنيه. ساعتها هدي لك كرافطه من بتوع المرحوم ابويا. 1988 هي نفس السنة اللي تقدم فيها المسلسل الرائع الراية البيضة للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، ورغم إنه مش مسلسل كوميدي بالأساس، لكن المفارقات اللي فيه قدمت نوع مميز من الكوميديا السوداء، خصوصا من خلال الشخصية اللي قدمتها الرائعة سناء جميل في مقابل شخصية جميل راتب، ده غير البصمة الكوميدية المميزة اللي قدمها سيد زيان من خلال شخصية النونو. المسلسل من إخراج محمد فاضل. لازم تاكل معانا لقمة. اقعد وسع الأستاذ. يلا وسع. فاضل يا أستاذ فاضل. هتعب يا حاجة. نودوك للسيبانيا ولا نجيبولك دكتور. وفي نفس السنة 1988 اتقدم الجزء الشهير من بوجي وطمطم بعنوان الفيل الجميل، بطولة يونس شلبي وهالة فاخر، تأليف وإخراج محمود رحمي. بس الزلومة مش مزبوطك. ايش عرفك بقى؟ شرفك انت في الرسم. يا انا نازله بقى وهسيبك. طب استني بس، استني لما اصلح الزلومه. وفي سنه 1988 كان في فوازير المناسبات، بطوله يحيى الفخراني وهاله فؤاد وصابرين، تاليف الكاتب الكبير يوسف عوف واخراج فهمي عبد الحميد. قابلنا في مناسبه والمناسبه كانت مناسبه، بس لما جت مناسبه قلنا نيجي نقول مناسبه. وفي 1988 عبد المنعم مدبولي قدم فوازير الأطفال جدو عبدو راح مكتبته، تأليف مصطفى الشندويلي وإخراج محمد رجائي. ما تعرفش إن أنا عندي دايرة تلفزيونية مغلقة. مغلقة؟ إزاي مغلقة وبتشوف كل الحاجات؟ دي طريقة للمراقبة. أبقى قاعد مطرحي ومقفول عليا، لكن شايف كل اللي بيحدث في أرجاء المكتبة. يعني مكشوف عنك الحجاب بقى؟ لا، مكشوف عني الجهاز. ولو رحنا للمسرح سنة 1988 هنلاقي مسرحية حضرات السادة العيال، بطولة يحيى الفخراني مع سماح أنور وتيسير فهمي وممدوح وافي، تأليف مجد الإبياري وإخراج حسن عبد السلام. وفي نفس السنة 1988 كان في مسرحية عفريت لكل مواطن، عبلة كامل ونبيل الحلفاوي، تأليف الكاتب الكبير لنين الرملي وإخراج محمد أبو داود. خش أوضة النوم شوفيني موجود جوه ولا لا. وإسعاد يونس قدمت على المسرح سنة 1988 مسرحية والسيدة حرمه مع يوسف شعبان، تأليف مدحت يوسف وإخراج نبيل الهجرسي. فضل ساعة البيت. إيه ده؟ الصالون. وبكده تكون انتهت رحلتنا مع ضحك سنة 1988، ونشوفكم مع ضحك سنة جديدة وحلقة جديدة من ضحك السنين.